انا بس كنت عايزه اسال سؤال، هو نيافه الانبا بشوي قال الحلقه اللي فاتت ايه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني. ايوه انا كنت عايزه اعرف يعني ايه قال الرب لربي. ده سؤال حلو جميل. ايوه شكرا نرد على ليك. عندك سؤال تاني يا انجي ولا حاجه؟ لا ميرسي. طيب شكرا 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 يا ليكي. يعني ايه قال الرب لربي؟ هي ليها حق انها تسال السؤال ده، لان السيد المسيح نفسه ساله، ايوه بس ساله مش لانه عايز يعرف، ساله عشان يسكت يسكت اليهود ما اليهود يقعدوش يتكلموا تاني. الاستنكاري كده اليهود. لا، سؤال يحرجهم بيه، لان هو سالهم في الاول المسيح ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. فقال لهم كيف يكون ابنه وهو يدعوه ربا بالروح، بالروح القدس يعني، أي. لأنه يقول في المزمور بالروح قال الرب لربي اجلس عن يمين. يعني قال الآب للابن. ومين اللي صعد إلى السماوات وجلس عن يمين الله زي في آخر إنجيل مرقس مكتوب، وفي رسالة العبرانيين بيقول بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي، في الإصحاح الأول من رسالة بولس العبرانيين. فإحنا حتى استفانوس قال أنا رأس السماوات مفتوح وابن الإنسان قائما عن يمين العظمة. فوجود المسيح عن يمين الآب أو جلوسه عن يمين الآب، أولا طبعا الله الآب ملوش يمين وشمال. اليمين دي تعبير رمزي، زي ما نقول يمين الرب صنعت قوة، لأن إيد الواحد اليمين دايما إلا لو كان أشول هي طبعا هي اللي بتبقى تقدر تعمل حاجة شديدة، هي اللي فيها القوة. يعني أنا مثلا لو حاولت أفتح حاجة بإيدي الشمال ألاقي نفسي مش قادر، باليمين أقدر أفتح، دي حقيقة يعني. أي طبعا نسيت. طيب لما بيقول يمين الرب صنعت قوة، مش معناها أن ربنا عنده إيد يمين وإيد شمال، لكن ده قوة تعبير الله. تعبير يبين أنه يد الله القوية، يد الله القوية، يعني الله تدخل بقوة في هذا الأمر. فلما بيقول جلس عن يمين الآب، يعني مقصود بها جلس في موضع العظمة والتمجيد والكرامة. يعني بيقول بولس الرسول في رسالته لفليبي، أهل فليبي الإصحاح الثاني، أي فليكن فيكم هذا الفكر الواحد الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاسا، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه، متأسف، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماوات ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. فهنا كون أنه هو مجده هو مجد الآب، يعني بيقول المسيح في إنجيل متى، متى جاء ابن الإنسان في مجده، وفي وقت تاني يقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه أبي. مع ملائكة القديسين. يعني في إنجيل متى مرتين قال العبارة دي، مرة قال في مجده ومرة قال في مجد ومرة أبيه، قال في مجد أبيه، لأن مجده هو مجد أبوه، لأن هو والآب واحد، واحد بالظبط، العقل والكلمة عقل واحد، العقل والفكر المولود منه عقل واحد، عقل واحد. فالكلمة واحد مع الآب في الجوهر في لاهوته، لكن متميز بأن الآب والد والابن مولود، بس ولادة طبيعية مش ولادة حسية أو جسدية. فلما بيقول قال الرب للرب اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، اللي هي الشياطين يعني. أي. طيب دلوقتي قال الرب للرب، يعني قال الآب للابن اجلس عن يميني عشان تخضع ليك كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. يبقى معناها قال الآب للابن، معناها كده قال الآب للابن. جميل.